بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا ساده؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم يا اولاد عن درس، اول درس موجود عندي في التاريخ بيتكلم عن الدوله العثمانيه ودوله المماليك ودخول العثمانيين مصر، وكانت مصر مين اللي كان محتلها ومين الدول اللي كانت مسيطره عليها. الاول كده نتفق ان احنا خدنا في سنه خمسه في الترم الثاني اخر حاجه انتهينا بيها في سنه خمسه، كنا خدنا الدوله الايوبيه ودوله المماليك وخدنا الدول دي كلها، وقلنا عليها دول مستقلة عن الخلافة العباسية، وآخر الدول اللي كانت موجودة عندي كانت دولة المماليك. دولة المماليك يا أولاد، قبل دولة المماليك كان عندي دولة مسيطرة اسمها الدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية بدأت إنها تجيب غلمان، أقول عليهم العبيد، كانت بتشتريهم من أسواق وتجيبهم تشغلهم عندها في مصر، بتحطهم في الجيش وتشغلهم في البيوت، وكانت بتربيهم مقابل ان المماليك ياكلوا ويشربوا ويتعلموا. كنت بقول عليهم العبيد او المماليك. يبقى المماليك عباره عن غلمان يتم جلبهم من الاسواق عن طريق الامراء الايوبيين، كانوا بيروحوا السوق يلاقوا مجموعه من المماليك او الغلمان يشتروهم علشان يشتغلوا عندي في مصر، بقول عليهم المماليك. المماليك الاول يا اولاد سيطروا على مصر بعد الدوله الأيوبية، أو بعد انتهاء الدولة الأيوبية بدأ المماليك يسيطروا على مصر، واتقال عليهم الدولة المملوكية أو دولة المماليك. دولة المماليك ازدهرت بكمية كبيرة جدا يا أولاد، والسؤال بيجي عليا كل ما تفسر ازدهار دولة المماليك. السؤال بيقول اللي ما تفسر ازدهار دولة المماليك، قلت بسبب سيطرة دولة المماليك على طرق التجارة، بسبب سيطرة دولة المماليك على طرق التجارة بين مصر والشام. المماليك السوري اللي بتمثل ازدهار دولة المماليك بسبب موقعها الجغرافي المتميز، واللي سيطر على جميع طرق التجارة بين مصر وبلاد الشام. يبقى أنا عندي دولة المماليك كانت عندي في مصر يا أولاد، وسيطرت على جميع طرق التجارة اللي موجودة عندي فين؟ اللي موجودة عندي في مصر. الجزئية اللي بعد كده أو أول درس بيتكلم عني بيتكلم عن دخول العثمانيين مصر. طب يا مصر أنت قلت لنا المماليك عبارة عن غلمان يتم جلبهم من الأسواق عن طريق العلماء، عن طريق الأمراء الأيوبيين. العثمانيين مين؟ الدولة العثمانية نشأت عندي في آسيا، أو بقول عليها في آسيا الصغرى، وبعد كده كانت الدولة العثمانية أول ما نشأت يا أولاد نشأت في القرن الثالث عشر الميلادي، في القرن ال 13 الميلادي أسس الدولة العثمانية واحد اسمه عثمان ابن أرطغرل. نشأت الدولة العثمانية بعد الدولة البيزنطية، أو نشأت الدولة العثمانية بعد الدولة البيزنطية واللي كانت عاصمتها القسطنطينية، واللي فتحها محمد الفاتح عام 1451 ل 1481، وسمت أو فتح القسطنطينية في عهد محمد الثاني المعروف بمحمد الفاتح، المعروف بمحمد الإيه؟ الفاتح. بعد كده اتخذها العثمانيون عاصمة لدولتهم، وامتدت دولة العثمانيين يا أولاد عندي كل اللون، شايفين اللون الأخضر اللي معايا على الخريطة ده؟ ده كله بقول عليه امتداد دولة العثمانيين، خدت جنوب أوروبا وأخدت غرب آسيا وخدت شمال أفريقيا كلها، من ضمنها بلاد الشام ومصر وسوريا واسيا واجزاء من اسيا والاتراك اللي هم دلوقتي في تركيا، بقول عليهم الدوله العثمانيه. وامتداد الدوله العثمانيه على الخريطه عندي اخذت منطقه البحر المتوسط كلها. يبقى انا عندي الدوله العثمانيه نسبه الى عثمان بن ارطغرل، نشات في اسيا، اتخذت القسطنطينيه عاصمه لها، وكانت القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه اللي هي دوله الرومان. بعد كده القسطنطينيه اتفقنا قلنا تم فتحها على يد محمد الفاتح عام 1451. بعد كده نشوف العثمانيين يا اولاد عندي دخلوا مصر ازاي. الاول قبل ما يخش العثمانيين قلت قبائل من وسط اسيا عرفوا بالعثمانيين نسبه لمؤسس الدوله عثمان بن ارطغرل. احوال مصر قبل الحكم العثماني. مصر يا اولاد قبل الحكم العثماني زي ما اتفقنا قلت كانت تابعه لدوله المماليك، وقبل ما تكون مصر تابعه لدوله المماليك او من عوامل ازدهار دوله المماليك عندنا في مصر زي ما قلت سيطرتها على جميع الطرق المسيطره بين مصر وبلاد الشام، كانت التجاره تيجي في البحر المتوسط، البحر
الاحمر وبعد كده اولاد، بتخرج من البحر الاحمر عن طريق النيل وتطلع البحر المتوسط وتسافر. كل طرق التجاره دي خلت المماليك مسيطرين على دولتها. دوله المماليك كانت فين؟ كانت عندي في اليمن، وكانت عندي في الشام، وكانت في اطراف شبه الجزيره العربيه. يعني دي خريطه لدوله المماليك يا اولاد. عندي اليمن تحت هنا في شبه الجزيره العربيه، وكانت واخده عندي مين؟ كانت واخده عندي اطراف شبه الجزيره العربيه اللي هي السعوديه دلوقتي. طيب ازدهرت دوله المماليك بسبب تحكمها في طرق التجاره العالميه في الوقت ده يا اولاد، اللي كان مسيطر بين مصر، وكانت طرق التجاره بتعدي منين؟ من مصر بتروح البحر المتوسط، وكانت مسيطره عليها دوله المماليك. قلت المماليك المانيا تلم الجلبوب او شرعهم وصدر مرار الايوبيين. طيب ازدهرها بسبب طريقه التجاره المسيطر بين اوروبا والشام. طيب اسباب ضعف دوله المماليك، لو نلاحظ يا اولاد عندي في الخريطه اللي معايا، خريطه قاره افريقيا، هنلاقي عندي اسهم كده. اكتشاف طريق جديد، بدل ما اروح من المحيط الهندي اخش البحر الاحمر اطلع في البحر المتوسط، لا، اكتشفنا طريق جديد قلنا عليه طريق راس الربيع الصالح، وكان بيجي من اوروبا على طول يلف حول قاره افريقيا كلها. يبقى طريق رجاء الصالح كان بيلف حول قاره افريقيا كلها ويروح الهند او يروح الشرق، كنت بقول عليه طريق راس رجاء الصالح. بعد اكتشاف طريق راس رجاء الصالح سائل الاحوال في دوله المماليك، وضعفت دوله المماليك عام 1498، وقلت بسبب اكتشاف طريق راس رجاء الايه؟ الصالح. طيب تاني سبب من اسباب ضعف دوله المماليك سوء الاوضاع الاقتصاديه واللي موجوده عندي، وسوء الاوضاع اللي موجوده بين امراء المماليك بعد وفاه الزهر بيبرس، بدأوا منهم يا اولاد كلهم يتخانقوا ويتصارعوا كلهم على الحكم، وضعفت دوله المماليك. يبقى انا عندي سببين لاسباب ضعف دوله المماليك، اول حاجه اكتشاف طريق راس الربيع الصالح، ثاني سبب التصارع بين امراء المماليك بعضهم وبعض. طيب من امثله طرق التجاره اللي موجوده عندي في مصر ايضا يا اولاد غير طريق راس الربيع الصالح، عندي طريق قناه السويس المسيطر بين الليبيا وبين البحر المتوسط والبحر الاحمر. طيب المماليك بعد كده يا اولاد ظهروا سنه 1517، بدا ان العثمانيين يظهروا، وبدا ان العثمانيين يظهروا بقوه كبيره جدا، وبدا ان العثمانيين عايزين يحتلوا مصر، يحتلوا منطقه البحر المتوسط كلها. فظهر اول صدام بين المماليك والعثمانيين عند مرج ضابط، منطقه مرج ضابط سنه 1516، المنطقه اللي معايا دي يا بقول عليها منطقه مرج ضابط، موجودة دلوقتي في سوريا، بقول عليها أول صدام بين المماليك والعثمانيين، وبدأ الاثنين يتنم في حرب. العثمانيين كانوا بقيادة سليم الأول، المماليك بقيادة قنصوه الغوري، والنتائج اللي ترتبت على معركة مرج ضابط انتصار العثمانيين على المماليك، وبدأ ان يتجه العثمانيين إلى نحو مصر وبلاد الشام. وبعد كده بدأت معركة تانية اسمها معركة الرايدانية في مصر عندي، منطقة العباسية، أطرافها العثمانيين بقيادة سليم الأول، المماليك بقيادة طومان باي. النتائج ترتبط على معركة الرايدانية، انتصار المماليك، انتصار العثمانيين على المماليك سنة 1517 الرايدانية، 1516 مرج ضار، معركة مرج إيه؟ مرج ضار، وهي مين انتصر فيهم المماليك على العثمانيين، ودخل وأصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة الرايدانية. أصبحت مصر ولاية إيه؟ عثمانية، عشان بيجي السؤال يقول لي أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة مرج ضابط، الإجابة غلط، بعد معركة الرايدانية أصبحت مصر ولاية عثمانية، وسيطرة المماليك على مصر، سيطرة المماليك على إيه؟ على مصر. طومان باي أولاد قائد المماليك حاول إن هو يدافع عن دولته على قد ما يقدر، ولكنه فشل واتهزم في معركة الرايدانية. طيب نستثني عندنا بعض الحاجات كده نستنتجها يا اولاد، ان دوله المماليك كانت دوله غير مستقره، وكان بعض الامراء بيخونوا دوله المماليك ويسلموها للدوله العثمانيه، وده من الاسباب اللي ادت لضعف وانهيار دوله المماليك. عاده المماليك كانوا بيعتمدوا على الفرسان والسيوف، العثمانيين كانوا بيستخدموا البنادق وبيستخدموا الاسلحه المتطوره، ادت لضعف دوله المماليك وادى الى انهزام دوله المماليك امام الدوله العثمانيه.